fast bei jedem Einkauf bares Geld sparen. مبروك يا ماستا وجوديك اف اف, مبروك ليلكم حبايبي. المشاهدة اليوم هي تكملة مقطع 18 مليون يوم قلت شارك بالفيديو اللي يضحك ويشهد ربي يا جماعة اني والله ما امزح. اللي راح يضحكني اقسم بالله راح ياخذ السيارة وين ما كان. يا عفو الرحمن, كم واحد مشارك بالهاشتاج يا جماعة؟ 1,152,000. واحد مني راح احاول اشوفهم كامل, احاول اشوفهم كامل. المهم قبل لا نبدا المقطع الخرافي اللي راح نطير فيه سيارات وفلوس وافلس, لا تنسوا زر اللايك. شكرا لكم على المقطع الاخير, وصل 29 مليون مشاهدة ومليونين و700 الف لايك يا جماعة. يا عفو الله, لا والجواز كانت من عارفه بس. يلا شباب بدأ اللوكي دروب مع السيارات. لا والجواز كانت بلاي ستيشن 4 بس. اما الان قاعد تتكلم عن السيارات, فلازم اللايكات ما تخلي 3 مليون لايك. هذا طلبي البسيط يا جماعه, 3 مليون لايك. ومن ناحيه السياره اللي راح يضحكني بالمقطع هذا راح ياخذ سياره بقيمه 10,000 دولار. ليتس جو بيبي, ليتس جو, راح نفلس. ليتس جو بيبي يا جماعة, بس صدقوني قاعدين نتكلم عن سيارة, مو ايفون وبلاي ستيشن او 50 دولار او 100 دولار, وفوق مليون مشارك بالمسابقة. ما راح اضحك على اي شيء اشوف. اذا حسيت بالضحك السالفة فيها السيارة, واذا حسيت بالضحك السالفة فيها السيارة, واذا حسيت بالضحك. اوكي ما نبي نطول بداية المقطع لان وقتك عزيز علي يا عزيزي وعزيزتي المشاهد. بس قبل لا نبدا على السريع, على السريع والله على السريع, لازم اشكر جي اكس ار فريقي العظيم, افضل فريق بالشرق الاوسط, على انهم وفروا لي سياره اعطيها لكم. دايد اشكر نونو لايف على انهم ايضا وفروا لي سياره, بس مو بالمقطع هذا. راح يكون في بث بكره الساعه 8 المساء على منصه نونو لايف, حسابي معروف ابو فله, الاي دي 1234 او الرابط تحت بالوصف. بكل بساطه اللي راح يصير, راح ادخل روم ببجي, انتم معاكم يا المتابعين 100 متابع, راح ادخل وياهم جيم ببجي, راح اركب سياره, راح امشي بالسيارة من بداية الخريطة للنهاية. اول واحد يقتلني بدون لا يفجر السيارة ويركب السيارة خذ السيارة. بعد راح يكون في جيم ثاني روم معاكم انتم, انا وضدكم 99 لاعب, راح نلعب سولو التوب 3 بالجيم, راح ياخذ كل واحد فيهم 1,000 دولار. نسبة كبيرة راح اصير من التوب 3, اذا صرت من التوب 3 راح اعطيها للتوب 4, انا ما ابي, ما احتاج حدا, ما حبقل. واذا ما قدرت تدخل على الروم لا تتوقع كذا راحت عليك الجواز, لا يا حبيبي. راح يكون في سحب للمشاهدين اللي راح يجون هناك, 5 اجهزة ايفون و5 اجهزة بلاي ستيشن لكم. طبعا طريقة السحب راح تكون داخل البث, فلا تضيع الفرصة هذه يا عزيزي المشاهد. اذا المقطع هذا ما خليت السيارة تحت رابط تحت المقطع هذا, اضغط على الرابط هذا راح يوديك نون لايف, عطني فولو وانتظر البث. واو سولفنا كثير, انا اسف يا جماعه, ليتس جو. اوكي الفيديو الاول بدايته غريبه صراحه. طبعا يا جماعه الخير, في شيخ الله يعطيه العافيه ويجزاه خير اشترى سياره رياضيه. لا طبيعي هذه اعرفها, لا 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 هذه اعرفها, عادي والحياة حلوة, ونزلها في الانستغرام والناس ما سابوا في حاله. خليني نقرأ الكومنتات سوا. واحد قال له تسابق على الخيرة, هذا كسبان الدنيا والآخرة. أنا أحرق ما تيسر من الكفاءة. تسلع عيون المؤمن. عطنا درفت لعيون. يوه ذكر الفيديو هذا, ما ادري الصورة هذه حقيقية ولا فوتوشوب. هذا جوز شرب الحليب طويل الاجل, علما ان الاجل لا يعلمه الا الله. ما ضحك, ما ضحك, ما ضحك. اللي بعده ابليس ما لحق يسمع. الله عن جد بليس ما يلحق يوسوس. خلاص بتتخلص, خلاص ما بيضحك, ما بيضحك. الحمد لله اني ما ضحكت, لانه والله استهتار, هذا هذا استهتار بالدين. ما عليه اللي بعده. ما شاء الله ما شاء الله, الله مرزقنا, ما لا إله إلا الله ما شاء الله. لا انت لا تجرب خالص, اجرب بالكره.
والله عرفت، والله مع اني مو شايف المقطع بس عرفت. اوه هذا منزل دردش يا حبيبي، تعرف تتكلم اسباني؟ طبعا يا قلبي. الله بقول لي كلام اسباني حبر ومزي. الله راح فيها راموس كاسياس اربيلو تشافي بيكي. اوكي واو، طب دي معناها ايه يا قلبي؟ معناها افضل احبك للابد. يا لهو يا قلبي، ربنا يخليك ليها. داني الفش يعني احبك يا بس ما حسيت اضحك وربك بس سيارة. دقيقة دقيقة دقيقة، والله ما شفتها. بس شو يعني؟ طب قل لي كلام اسباني حب ورومانسية. راموس كاسياس اربيلو تشافي بيكيا. هدول اسامي لاعبين يعني؟ ايه لهيك وضحك. طب دي معنى قلبي انا افضل احبك. يا لهو يا قلبي ربنا يخليك. دانيال فيش يعني، بس ما حسيت انه تضحك يعني لهالدرجة يعني. تاني وانا كمان تاني يعني مثل هذيك تبع الـ تبع اللي هذاك ابليس ملحق يوسوس، حسيت تضحك اكتر. ولا مثلا تبع شو اسمها هي اللي قبلها كانت، لحظة، تبع الشيخ اللي اشترى سبورت فاجن هذيك السيارة، السيارة اللامبورغيني ولا مدري شو اشترى. والله يستاهل اكثر. اول واحد فايز قسم بالله تستاهل. هاي فولو باك بعدين اتواصل وياه بعدين. ماء النفس هناك دائما بداخلك اسد، الاسد اللي بداخلي. الفين وواحد. والله الولد يا كيوت يا قلبي. هذا هو، هو صغير بدل لما اللي بعده. لازم امسك نفسي والله، لازم امسك نفسي. هذه مقاطع مؤلمة مش مضحكة. لا لا تعيد. لا خلاص كان ماشي صح في النهاية، جاب العيد. صار مطرف في القائد. اللعبة هذه اقسم بالله الله يرزقني قد ما بشوف لهم اعلانات هذول هم والطيارات هذه. صحيح شكرا جزيلا. العفو العفو، الله يعطيك الف عافية اخوي فيصل، وشاكر لكم وباذن الله الله يتقبل ان شاء الله حجهم، وباذن الله جزاءهم ان شاء الله جهن 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 يا رب. لا جهن جهن يا رب، باذن الله الله يتقبل ان شاء الله حجهم، وباذن الله جزاءهم ان شاء الله جهن جهن. يا جزاهم جهنم الجنة قال. صور مقطع يشتكي لحق المغسلة من الشماغ. اوكي الشماغ هذا اللي لابسه، بسم الله يا رب. ايش هذا يا صديق؟ هذا لو بسوي واحد كذا يا رجل اقطع راس. انا كلام نشا خفيف، تعجب لي السطر كله ودج امه. ايش يسوي هيك فداهم فداهم. انا ما فهمت شيء بصراحة. لحظة خفيف، هذا لو بسوي واحد كذا يا رجل اقطع راس. انا كلام نشا خفيف، تعجب لي السطر كله ودج امه. ما فهمت شيء صراحه. اوه يا جماعه والله يضحك. اوه والله ضحكني يا جماعه. هذا زكا من الكويت. اوبا هاي شو ابو فلة، تستاهل وحده مثلها. ربع معانا سيا حبيبي، والله شكرا على دعائك. واذا البنت هذه قاعده تشوف مقطع يعني، يمكن قاعده تشوف مقطع، يمكن يعني تواصل معي يعني. سيارات، بيوت، سفرات، يخت، طيارات خاصه، اصير كب. اوبا يا قوه، اوبا. خاف الله، ما تخاف الله، ما تخاف الله، ما تخاف الله. أنت تكي والله تيك توك، والله تيك توك هو اللي علمني الأشياء. أين أنا؟ وين أنا؟ أنا بالجنة؟ لحي وشنب؟ تحققت أحلامي أنا بالجنة؟ نور العين؟
وين حور العين وين؟ لا 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 يا جماعة لا لا شوفوا شوفوا هذول الاثنين قاعد يتقتلون $50 $100 أبو فلة يجي وشايل معه السيارة يا جماعة السيارة أكو شجرة يم شجرة ليش يتشاجرون؟ بصراحة هاي حلوة يا دق هاي شفتها هاي بعرفها يا ويلي الله يا ويلي هذا المقطع شوف جاك الرومانسية يا شكله بيت جديد الو الصوت عالي الاغنية فيها كوبي رايت ممكن ما احطها اوكي جمر الغزال بي ايوه عدي شلون هالمفاجأة جايبها تجلي الصحون في المطبخ يا دي والله ذكر لا دي ما تنعسب دقيقة يا رب دقي انا سبيت يعني قلت كلب زودت شيء بعدين ضحكت على الكلب لا عليكم يا جماعة هاي تنعسب يعني يعني هاي كوب تنعسب اجل خلاص اذا تنعسب خلنا نضحك يا رجل والله انك كلبي اللي مصور المقطع او البطبخ مو منظف بعد يعني نظفي نقول لأهل هذه المقبرة السلام عليكم جميعا أنتم تعلمون ونحن لا نعمل أنتم تعلمون ولا تعلمون ونحن نعملون ولا نعلم المهم أتوقع كذا كافي لأنهي المقطع أبي رابع مدي كذا أبي شخص رابع أختبر A few moments later أقسم بالله يا جماعة لي ألف كله تكرار المرة الجاية راح أقول ممنوع التكرار عشان ما حد يكلم بس الحين شو أسوي الحين الناس كلها مكرر تخدم وتجمع فلوس من أجل أن تشتري سيارة ضحك أنت الحين ضحكتني انت تستاهل سيارة وبس ان شاء الله استمتعتوا بالمقطع يا جماعة لا تنسوا نونو لايف بكرة ساعة 9 المساء الرابط تحت بالوصف بث مباشر نونو لايف اتمنى الكل يكون متواجد راح نستمتع ببجي والعاب ثانية وايضا مسابقات كثيرة والى اللقاء الثاني ومقطع ثاني